الان عند ملعب الحسين احنا. طلع الكاميرا طلع الكاميرا ايوه اه ملعب الحسين يا زلمه بده يجي هذا حسين مضرب على الطعم الزمنيين هذه هذه احنا بنستغل اي وقت بنستغل اي وقت لا يجوز إذا متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة عبر وكالة جي ميديا ننقل لكم وعبر هذا البث المباشر هذه الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها مجلس أولياء الأمور وحراك المعلمين الموحد 2022 في مدينة الخليل وذلك للمطالبة بتنفيذ مطالب المعلمين الفلسطينيين الذين شرعوا وبدأوا بالإضراب منذ حوالي شهرين وتأتي هذه الوقفة بعد قرار الحكومة بالخصم على المعلمين للشهر الثاني على التوالي. نحن نتحدث عن سلسلة فعاليات بدأ فيها المعلم الفلسطيني والإضراب ولا زالت هذه الفعاليات بالتأكيد مستمرة ومتواصلة ولا زلنا ننقل لكم الصورة والمشهد من وسط مدينة الخليل. السلام عليكم يعطيك العافية أنت ولي أمر. عليهم أن ينصفوا الطلاب ويفتحوا مدارسهم ويعلموهم وينصفوا الأستاذ ويعلموه ويعطوا رواتب. نعم شكرا يعطيك العافية عمي. من يتحمل مسؤولية ضياع العام الدراسي؟ المعلم الذي يطالب بحقه أم الحكومة التي لم تجلس مع المعلم حتى اللحظة؟ يعني في طب ليش يعني في الموظفين اللي عمال بضرونا بياخذوا 15-20 ألف واللي بينفعونا بياخذوا 2000-3000 شيخ وما بقبضهم شيء، منين بدهم يعيشوا؟ في سياسه تجهيز بدناش نقول اكثر يعني ما طب ما المطلوب اليوم؟ ما الحل في اعتقادك؟ المطلوب بدهم يعمل اموال كثيره، اموال كثيره وين بتروح؟ اموال كثيره وين بتروح؟ وين بتروح الاموال؟ من البترول شوف السيارات اللي بتمشي هذه بيربحوا بكل لتر بنزين او سولر الدخان بيربحوا 15 شيكل لم اموال بس فيش ايدي امينه تمسك الاموال بتروح في يعني للموظفين اللي بضرونا بتروح للاجهزه الامنيه كل المصاري رايحه وشو بيسووا لنا بيحرروا فلسطين ولا بيحاربوا ولا شو بيسووا اسلحتهم قاعدين الواحد حامل الكليشن باب الزاوي ليش حامله؟ ارفع ايدك على الصوت واللي يحكي ما بيقول ارفع ايدك على الصوت المعلم ما بيموت سمع سمع كل الناس المعلم هو الاساس سمع سمع كل
بدنا نعمر هالاوطان، بدنا نعمر هالاوطان. المعلم هو الاساس. لأننا نصنع جيل يرويد عن الوطن.
المطالبة بحقوق المعلمين التي لم تلتزم به السلطة منذ نشأتها بإعطاء المعلمين وإعطاء كرامة المعلمين وتوفيق الأمور وكأولياء أمور وكآباء وكعائلات في مدينة ومحافظة الخليل. نحن نتكلم باسم الوطن ونوصل رسالتنا إلى الوطن، ورسالتنا واضحة جدا، إعطاء الحق للمعلمين والكرامة أولا وأخيرا للمعلمين. الاقتصاد في البلد مدمر، فيش حدا بيصير صحة في الفلتان ما فيش، أمن في البلد ما فيش. النقطة الأخرى وتوفير الأمن والأمان، أجهزتنا الأمنية، أولادكم الكهل هي أولادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. من جيوب